واحد حتى واحد جواك ويس عجرة تطير على بيتك. الآن نرجو من الأخوة الحاضرين وقوفاً واحتراماً وإجلالاً لمن جعلنا نقف هكذا ونلعب هكذا أحسنتم. والآن يعزف النشيد سالما منعما بكم العراق. والان الى بدايه المباراه علي قاسم عيتم مصطفى صالح حي الملقب بصفاء جوية على غازي المنتور احمد رسول حبيب حيدر علي حيدر الكريم علي عيال ومصطفى عيال لازم بيها فوز ولازم بيها خساره. طبعا اثنينكم فايزين وصلتوا لهذه المباراه اعتبر اثنينكم مجازف واثنينكم فايزين. فريق تسعه اليسار بطل البطوله الماضيه الوصيف هم لنا نفس الحاله من الشباب نحن مبارك بكم. هاي الوجوه الطيبه قدام هاي العالم ما يريد احد يفشلني باي بطوله. ثلاث بطولات مشين على اتم وافضل استعداد. طاقم تحليل الشباب الاحلام. على بركة الله تنطلق الكرة اللعب إلى حارس المرمى. علي قاسم علوة إلى خارج الريف. علي خاطرة منتظر إلى ضربة هدف. أحمد صحة الله رمية جانبية. علي قاسم العائد من الخلف يسجل الهدف الأول في المباراة. حلوة لعبة جميلة من رسول حبيب وعلي قاسم العائد من الخلف يدعها على يمين الحارس علي بوان مسجل الهدف الأول. يعني قلنا عازمين ما خلونا نكمل. غازي يسجل الهدف الثاني في المباراة. خلاص يا الأخضر على غازي صانع الالعاب هذا رسول حبيب. عليكم بمراقبه اللاعب رقم 11 شباب ادهام الشمري. وجهوا اسئلتكم عبر صخركم. الله يا رسول الحب كل الشكر والتقدير لهم على حضورهم. رسول خطا علي عيال حلوه لعلي قاسم ممتازه في اللعب الكره رميه جانبيه لصالح الكره. رسول حطها بوبون الله حلوه لعلي بوبون ممتازه علي قاسم علي غازي اوه حلو على العين سعيد عودة سريعة الأحلام قول الله وبعد خطر عمر إبراهيم الله حلوة الله مسيطر على الكرة مسيطر علي عبد الله ممتاز هدمة سريعة حلوة لي على عيال وضرب استنى المباراة جول حط عبد الله الله والله الأحلام الله حلوة علي قاسم سعيد الله حلوة سعيد حكى المباراة انتهى. الشوط الأول من المباراة في تقدم الكرار بهدفين سجلت الأهداف عن طريق بهدفين مقابل لا شيء. حيدر علي ضمن تشكيل فريق الكرار. رسول الله حلوة لمباراة حارس المرمى خطا هجمة سريعة وإلى رمية جانبية لفريق الحلو. الله حلوة جميلة من اشتيقن الحارس في مرمى الحارس حيدر علي الحارس الكبير يسجل هدف في مرمى الحارس الكبير. وإن وجاوبنا على هذه المباراة الرائعة المباراة الجميلة الأحلام اليوم غير الأحلام علي يا علي
عاد من الخلف صاحب الهدف الاول. اللعب ممتازه يا مصطفى، هجمه سريعه جويه حبيب الله الله يا حبيب، حلوه لمسه فتره ابراهيم فتره جول الله حلوه مباراه جول الله جول سين حطها الله ها ها صفاء جول حطها حطها وعلي خضر جول الله الاسمراني جول لا 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 رسول يخترق حارس المرمى ولكن بمواجهه المرمى بدون ان تكون خارج الشباك. حلوه لرسول حبيب والله صانع هدفين، صانع هدفين لو سجل في المباراه. حيدر علي حلوه حلوه جول 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 حيدر علي البديل في الشوط الثاني سجل الهدف الرابع في المباراه. اليوم الاحلام في يومه، اليوم مو في يوم يا ابو عيال الشمل. محمد التميمي موجود ايضا، اهلا وسهلا بالكابتن محمد، هي من الكابتن الكبير المتعلق دهام الشمل لافضل لاعب في المباراه. مبروك للكابتن عطى هاتريك. علي كريم حلو حلو التغييرات الناجحه اللي ازج بها خلال الشهر هذا جول الله حلو علي هاتريك حيدر جول الله حلو اللي عارف المرمى جول الله والله يا حار يا اخي والله كبير الكبير حطها حطها حكم مباراه ماش جول حطها حيدر كريم جول حيدر حلو حلو هجمة سريعة مصطفى مصطفى يا مصطفى قال غير منتظر خلص مصطفى جول حطها 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 فتا فتا جول الله حلوة يا علي مبارك حارس والله البطاقة الصفراء تمام حلوة مباراة انتهاء هذه المباراة الشبابية الجميلة بفوز الكرار بأربعة أهداف مقابل لا شيء لفريق الإحلام